أكبر شجرة بنبر بالعراق ببغداد، أكبر شجرة بنبر. طبعا مثل ما تعرفون شجرة بنبر من الزهر بتريد تنطي ثمار الورق مالها يصفر، فدير بالكم يعني تخافون من هاي الحالة زين. فهسه هاي عقدة الثمار، وهذا القداح مال شجرة البنبر، هذا القداح يعني هاي شجرة البنبر. شوفوا القداح مالها، شوفوا حبايب هذا القداح شقد تقدح. وشجرة البنبر من تقدح راح تنطي تسقط منها زهور هواية بالأرض، فهذا شيء طبيعي جدا، طبيعي جدا، لأن هي تتلقح والذكرية تنزل بالأرض. فحبايب هاي شجرة البنبر، شجرة تراثية من تاريخ العراق. لا حد يقول لي فلان جابها وبذاك الحكم جابها، هاي هو البنبر موجود بالعراق قبل 1000 سنة زين. شوفوا الحجم مالتها، ومغطية مساحة 200 متر. هلا وبشبوش قالوا باع هذا القط شلون قاعد ومرتاح هنا. حمل حمل، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللهم احمي هذا البلد وخيراته. أكبر شجرة بنبر ببغداد عمرها ما أعرف يمكن أكثر من 100 سنة. شوفوا حبايب مغطية هذا المكان كله.